الابيثيليال دايافراغم هو عبارة عن صاير يعني هو الروت مو صاير على الشكل هيك دائرة زين بيضوي زين هنا عندي اللي الداخل اللي هي الفورامن الابيكال فورامن يعني هو هيك صاير الجذر من نشوفه من جوا زين اني اكو عندي اسنان مو ابيكال فورامن عندي اياها وحده يعني هي الابيكال فورامن غير على عدد الجذور فهنا هسه هنا يقول لي يا هو هذا 1 روت زين اذا اريد مثلا 2 روت شلون حتصير مثلا هذا الدايافرام راح يصير عندي فد اكستنشن من هنا يسموه تونج لايك اكستنشن ويجي لي من هنا همين اكستنشن وهذا يستمر يستمر الاكستنشن يستمر الى ان هيك تصير عندي راح يبدي تصير عندي هنا ابيكال فورامن وهنا ابيكال فورامن فهذا من راح يستمر بالظهور راح يصير عباره عن هيك شكله عباره عن جذرين زين اذا اريد ابو الثلاث جذور اربعه ما ادري شنو هم يعني نفس الحاله هاي الديافراغ تجيني مثلا وحده من هنا وتجيني وحده من هنا وتجيني وحده من هنا هاي تستمر 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 سويه راح يصير عندي من هنا ابيكال فورامن ومن هنا ابيكال فورامن ومن هنا ابيكال فورامن فهذا شلون حيصير شكله راح يصير شكله هيج ها اها هيج يتكون عندي هو هذا الروت فورميشن وراها راح نبدي نشرح الاسمنتوبلاست